هاي جايز، نتمنى لكم تكونوا كاملين بخير. سو اليوم رجعت لكم فيديو جديد كيف ما شفتوا في العنوان ديال الفيديو. فيديو ديال اليوم غادي يكون سبيشال لسيت جاي، ماشي غادي يكون سبيشال ليا، ماشي غادي يكون سبيشال لشي. مهم اكثر واحد غادي يكون زعما سعيد بهذا الفيديو هو سيت جاي. اوكي سو تسنيتوا بزاف الريزلت، والاغلبيه ديالكم كيسولني على الريزلت ديال شنو، واش ار يو بريغنانت اور نوت. ودابا الريزلت خرجت شي 2 جوغ دابا، و سي جاي باقي ما فراس والو، و حتى نتوما مازال ما فراسكم والو. المهم الريزلت ديجا مشيت للطبيب وديجا عندي الوراق، زعما لحقاش سي جاي ما غاديش يتيق بيان سور، وسورتو فاش غنشوف الكاميرا، لحقاش الكاميرا غنحطها قدامه وما غندرقها ما حتى شي حاجه باش يعطي رياكشن. هو اكيد غيسحب ليه راه برانك فاش غيشوف الكاميرا، انا غنحاول ما نبينهاش بزاف، ات ذا سيم تايم ما غنرقهاش باش لحقاش نو نيد تو، ماشي برانك اللي خصني ندرق الكاميرا ولا شي حاجه، هادشي رياليتي. هادو كانوا ديجا في الدار هالاول، خرجوا فيه جوج، ما عرفتش واش بانت ولا ما بانتش. اوكي خرج جوج باين يا هو هذا، بعدا هذا هو كلشي، لا الا خرج بوزيتيف راه بوزيتيف، خرج حتى هو جوج. سو سي جي غادي يصدق غير بالوراق وانا ديجا مشيت للطبيب، ديجا عندي الوراق ديالي، ديجا كلشي بوزيتيف. مهم الجواب على السؤال ديال سميتو هو بوزيتيف ياكو. ودابا غادي نخليكم باش نشوفوا الرياكسيون ديال سي جي، ولكن قبل هادشي هذا خصني نوجد ليه كيفاش غادي نقولها ليه. بما اننا عندنا كلشي بوزيتيف سو ما غاديش يكون عنده شي حاجه ديال فحال المره الفايته. المره الفايته كيقول لي لا ديري تيست اخر، كنقول لي لا واش انت احمق تعذبت على الاول باش نصايبو، ما يمكنش ليا نوض عاوتاني ندير واحد اخر ونستغرق فيه بزاف الوقت باش نصايبو. دابا شنو غادي نديرو، غادي نحاولو نصايبو لسيت جاي شي تخوك باش نقولو ليه راه اتس بوزيتيف. هاو هنا فين بقات. سو من الصباح وانا كنفكر شنو غادي ندير، كيفاش غادي نقولها ليه، كيفاش غادي ناخذ الرياكسيون ديالو، كيفاش ما بغيتش نجي نقولها ليه نيشان، لا خص يكون عندي كلشي. وانا فكرت باللي خصني ناخذ شي بوكس يكون عندي في الدار ونجمع فيه داكشي داك اش كيسميهم الادله نجمع فيهم كلشي ونخليه هو يحلو، نعطيهم ليه از غيفت. هذا هو الغيفت ديالو اللي كان باغي مش حال. خصني نوجد الايموشنز ديالي يكونوا مزيانين، لحقاش ما يمكنش تعطيه از غيفت هذا الشيء هذا از غيفت وانت ما فرحاناش. سو ضروري خصني I don't know، ما عرفتش كي غندير ترسم الايموشنز على وجهي، خصهم يكونوا فرحانين باش هكا تكمل كلشي مزيان. لحقاش اللي شافني ما فرحانش اوف كورس ما غاديش يفرح 100%. سو ذاتس واي خصني نشوف كيفاش غندير، وخصني ضروري نرسمها على وجهي. اوكي غنوريكم شنو شريت، يلا كيوصلني. لحقاش انا ما عنديش بوكس في الدار ياكو، ما عنديش البوكس اللي غادي نجمع فيه داكشي. سو شنو مشيت درت، مشيت اوردريت واحد الحاجه اونلاين باش يصيفطوا ليا معاها بوكس باش هذيك اللعيبه، واحد اللعيبه ديال لايت انا غنوريها لكم دابا، ها هي غنجربها قدامكم دابا، واحد اللعيبه زوينه باش يجيني هذا البوكس هذا والبوكس اللي لداخل ديالها. انا ديجا يلا بديت كنحلو داكشي علاش كيبان لكم مرون شي شويه لداخل، نحلو معكم باش تشوفوا ونجربوا اونصومبل، نشوف واش داكشي بصح اللي شريته اونلاين واش هو اللي وصل ولا لا. كنبان لكم بحال شي دبدوبه بهاد الحوايج الغلاضين، ولكن راه عندنا البرد واليوم طاح الثلج. نورمالمون مدينتي كيطيح فيها مره في العام ولا جوج المرات في العام الثلج، يعني ما عندناش الثلج بزاف. اوكي نحلو هاد اللعيبه هادي قدامكم باش نشوفوا شنو اللي فيها. وخرجي الشيره قبيله خليتها، شو صيفطها لي زوينه لافيت. اوكي ويلي هذا قبيله نسيتو قطعتو، وهو اللي بغيت نغلف به زعما هذا البوكس، لحقاش البوكس ما لقيتش منين غناخذ البوكس اونلاين، فهمتوا؟ ما غاديش ما لقيتوش، لقيتو غير ناخذو من شي ابليكاسيون غيوصل من بعد 3 ايام ولا 4 ايام، انا ما بغيتش نتعطل مازال. سو خديت غير هذا وغادي نغلفو بهذاك، واخا قطعتو غنحاول نفيكسيه ونرجعو لبلاصتو. هنا فاش غيحل غتبان لي هاد اللعيبه هادي، غيسحب لها غير شي حاجه ديال الضوء. المهم هي راه شي حاجه ديال الضوء، ولكن لداخل حنا غنبدلو داكشي ديال الضوء وغادي نحطو فيها حاجه اخرى. المهم هادي هي اللعيبه اللي كتحكي عليها وقيله هي شتو،
هذه كتعطي واحد الضو زوين في, في, في هذا في السماء. ويلي خصها عليا تحط الشط ما عندهاش كتحط على هذه فوالا كتحط على هكا اوكي. شفتوا ليا معاه شارجور و التليكوموند ديالها. التليكوموند ديالها كتبقى تبدل في الالوان. دابا نوريها لكم اوكي. دابا جيو نوجدوا هذا البوكس هو الاول. هذا البوكس نحيدو منه هذا العجب ماشي مشكل. هذه خليوه خليوه باش ما يبانش بوكس خاوي بزاف. هذه نخليوها مابقاش البوكس كبير على الادله ديالي. سو حطيت فيها هذه هي الاولى ونحط فيها حتى هذه الكبيره هذه حتى هذه فوالا. دابا مزيان ياكو وغنجيو نحطو هادو. دابا غنمشيو نجيبو الوراق ديال الطبيب حتى هما نحطوهم هنا. صراحه ما كرهتش ندير شي 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 لبسه ديال بابا صغير كنشوفها وعجبتني الفكره ولكن ما نقدروش ناجلو الموضوع اكثر. صافي هاد القضيه نقدروا نديروها مع ماما زعما في الفيوتشر فيديوز. نمشيو نجيبو الوراق ديال الطبيب حتى هما خصهم يتطوا ويحطوهم هنايا maybe here. اوه خبط راسي اوه so hurt. Oui, the lung stuff. Huh? The lung test. Maybe it wasn't here. جتال هنا. شافنيش كندير. وما رضتش البال. اوكي سو هنايا هادو هما الوراق. يبان لكم هادشي. غنطويهم هكا. اوكي. غنشوفو غنديرو ليهم بحال هكا. المهم ما عرفتش واقيلا طويتهم كبارين ما غاديش يدخلوا. دخلوا دخلوا هادشي راه ما بغاش يتصيب ليا ما بغاش يتحط. ما عقلتش كيفاش كان قطعت مزيان ولكن لا هادي غير خصني دابا شي حاجه باش نلصق. قطعتها كنطير. شفت ليا بوكس زوين مغطي بهذا الشيء هذا ومتقطعتها خصني سكوتش. There is no way. اوبس ما عنديش سكوتش. نمشي نجيب سكوتش وطلع هنا على برا. شو السكوتش اللي عندي في الدار قداش. دابا فين غلقه فين غلقه الراس ديال التيب. هاي لقيتو فوالا. هاد الكاتس ديالنا واجد اوكي وغادي نحطوه هاد اللعيبه. شو انا اكسبري خديت هاد خديت هاد البوكس هذا باش حيتاش بان ليا فيه هاد الكلمه هادي. شوف I hope my gift will bring you good luck. بحال شي روبو عرفتوا هذا بحال شي روبو. وين يلا دابا نمشي نقدر نمشي نسيت جاي. What is that? It's a gift. For me? Yeah. Why? Because it's a special thing to know. It's so light. Gift? Why give me a gift for nothing? What is today? What is today? Today, you got a gift. Let me see, can I open it now? Yeah, of course. Of course. You can decide when to open it. It's empty. Something so expensive in there. Really expensive. Oh, come on. Are you pranking me again? There's a camera over there. What? Fake positive? I don't trust this thing anymore. Those two cannot be fake. You tried, like last time. Cannot be fake. You tried so clearly. You used the pen dried. How? There is a plastic bag in here. I can't draw. Look. This is glasses in here or plastic in there. Cannot draw it. No, but seems not good, not real. How seems not real? That's not real. How? Don't trust. Are you kidding me? Two of them are positive. Look, two of them are positive. No, also, I already pranked you last time. You think I'm gonna do the same thing again? Yeah. Of course not. So why there's a camera over here? For record this moment, that's exactly why there is a camera in there. Okay. Come on! What? You're not happy? Because I don't trust.
There is something in his check. Continue. Keep checking. أنا الدبدوبة أنا. شحال سخونة هاد البيجامة راني نسيت. For real? For real? No joking, of course. For what do you think? When you went to the hospital? 2 days ago. Really? Mm-hmm. Check me if this one's fake. كيقرا ويعاود كيخرج بعينيه باش يشوف واش راه فيك ولا ماشي فيك. You kidding me? Kidding me? Nothing is fake. Look, I got you two. Must be kidding. If you want a third one, you can go get it. Or order one mine. No way. But why you seems like not happy? Why? Like, no, so no, I'm happy. I don't know. Because you have to still everything says it's positive. Look. But you look so fake. Because you pranked me a lot and that didn't make me don't trust this. I think I have to I promise it's not a prank. I have to go to the hospital with you again tomorrow. It's not a prank. No, it's too late. Can we go to the hospital now? Hey, come on. It's not a prank. I put the camera so obvious in there. And to see, to record this moment. It's not a prank. Look. This is absolutely not a prank. Are you kidding? Of course, I'm serious. Look, positive. Both of them is positive. I can't draw in this. Look, this is a plastic or I don't know, it's glasses or plastic in here. Cannot draw in it. Also this one. You think this one can draw on it? So you're praying? Yeah. It's sweet. You don't believe all that? No, I don't believe. I just, it's like, comes so suddenly and... Because I'm happy, right? Because I'm happy. That's why you didn't believe that. Because you know me, I don't want to get pregnant, right? Yeah, it's one of the reasons. Yeah, but I already know the result and that's what I should do. Doesn't believe. Oh, pregnant? Overhead on walk. I think I'm going to go to double check. Come on! It's real! I just went to the hospital like 2 days ago. Why didn't you ask me to go with you? Because I want to check out by myself first. And I want to surprise you. Now it's 11. Want to go to the hospital with me? Kinshi Hospital! The Bush! The hospital! To check again. How? It's 11. I just sleep in my eyes and then I reach for you. I promise, it's not a prank. If it's a prank, I won't put the camera so obvious like that. It's not a prank, I promise, it's not a prank. So for real, you prank? Of course. Okay. So my dream comes... What? My dream comes so easy like that. Yeah? So easy? You think so? You think it's easy like that? Yeah, because I thought it would be so hard. Yeah, I know, but... There you go. That's what you want. That's my dream. Yeah. That's real my dream. I'm like this. Wait. I don't know. I expected another... Because a kid shouldn't be a dream, but for us, it's special. Especially you and the... Like for... married couple. Born a kid, it's natural thing. But for me, it's a dream. That's weird. But now my dream just come to truth. And I just feel shaken. Okay, that's it? You believe? Of course I believe. Are you sure you believe? Yeah. Who do you know? Dad, I'm your grandmother to kiss me here. So, what do you want? What I want? You believe me for real? Yeah, I believe you now. Okay. What do you want? You want anything? I believe that. How did you believe? Why didn't you believe me from the beginning? Because you pranked me before and I don't know why you feel your reaction is too cold, bro! I really feel your reaction is too cold. No, because maybe because I'm tired and but it's... I'm excited. That's it? You're excited? You're like
excited. I swear I'm excited. Because it's come like so fast and I don't have any preparation. What do you mean you come so fast, isn't it? I'm shocked. What do you mean come so fast? Like you don't want it from the beginning or what? Of course I want it. I want it so much. From 3 years ago I want it. But now suddenly arrived and I still cannot 100% trust it. But I trust 90% now already. Hey, you should trust 100%! How can I get this? How can I get this, the fake one? Huh? How can I get it? I don't know. You have the hospital name, you have everything, you have the results, you have like totally everything. But your attitude and everything before not showing any happiness. Signal about you are going to get pregnant and you are so happy like that. But tomorrow I have to go with you to double check because it's, I feel it's not real. That's not real. It's not real. That's not real. Until my tummy get bumped like this, and then that time you can trust. I'm not going to the hospital with you. Come on, let's go double check with you. Or let's go now. I just went yesterday. Yeah, but for me, like, you know, I keep waiting for this moment in 3 years, and you pranked me before and make me like feel this is so the hardest thing in the world, and now it comes so easy. I can't accept it like this way. You can't accept, or you just didn't get it. Both. So you want it? Of course, I want it. I want it so much, but I didn't expect so easy like that. I have to go to see by my eyes, and then in that moment, I will have real. So you don't trust me? You don't believe me anymore? Since last time I pranked you, right? No. I trust you, but you know me, like. Like this moment comes so easy, like I can't accept by this way. I have to go to see by my eyes and I have to hear the doctor tell me your wife is pregnant. So you don't believe me and you believe in doctor, but you don't trust your wife, right? I told you, I trust you. So I have you. All the evidence in here. Yeah, I trust this result. But still, by emotional, I have to double check to pay the past 3 years waiting. And patience and everything, I feel valuable. That's it. It's not a prank. I promise it's not a prank. I know. But why you still need to go to the doctor? Yeah, we are going to see the doctor tomorrow. If you want it tomorrow. Yeah. But why you are showing like you don't trust? I trust. I told you I trust. You already asked me 10 times. I said I trust. I just don't trust my feeling. I trust you. I trust this paper. But I still don't trust my feeling. I need to grab this thing on my hand and then. Okay. I'm not satisfied with your reaction. Your reaction is too cold for someone who is waiting for 3 years waiting for a baby, but the reaction. Don't be smart like that. No. You did this, I feel it's a prank. How can it be prank? Man, come on, forget something called prank about this. Forget it. How can it be prank? This is positive. And still some documents in here saying the same thing. Okay, whatever. Understand, you still don't accept, you still don't get it. Cold reaction, the coldest reaction ever. I trust, I told you I trust. But I need time to accept this thing. Because it's come so fast and it comes what so fast. What do you mean you need time? What the heck? I just know what Jenny had the Anna? What do you mean? I need time. Camera there. Camera is for a recording this moment. Until tomorrow, let's see. And my reaction. If tomorrow we went to the hospital and then we got there, the doctor told me this thing. Whatever. المهم جايز من بعد ما عصبتني ديك الرياكشن البارده ديال بصح ما دابا هو من الداخل راه كيف ما شفتو ولكن ما
انا تخيلت انا توقعت كان توقعات ديالي زعما تكون شي رياكسيون لي 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 حسن لي حسن وبزاف, ولكن جاتني رياكسيون لي بارده. ممكن جات شي راه فهمتي يعني شي حاجه كتسناها فور 3 ييرز وغادي ترى لي ترى غادي تغياجي مزيان. مهم ما عرفش قولوا لي كيفاش جاتكم الرياكسيون ديالو, انا ما كنتش متوقعه احسن. مهم دابا غادي اجي نجربوا اجي نجربوا معايا هاد اللعيبه هادي شتو كيفاش دايره, اجي نجربوها نجربوها فهاد السقف هذا حاشيه برونشيتها الشارجر. يلا نجربوها دابا فيها حتى السبيكر شفتو. يلا دابا نشوفو نديرو هكا. هاي 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 اوكي دابا غيبان ليكم ولكن لا خصني نديها تماك. شوفو خصني ندي بلاتي بلاتي نتفضو خصني نتفضو باش تبان ليكم مزيان. شو جاي شوف شنو كتقدر دير في السقف شتو. نديرو دابا داك ولاغ اخرين كاين الخضر باش تبدل الخضر علاش كتبدل من هنا بزاف ديال الكولاغ الاحمر هاد الكولاغ غيبين. شو هادو عرفتي هادو راه ناصحين كتر من هكا ما كيبانوش ناصحين بزاف. دابا راه طافيه الضو ديال الروم كامله وحتى هذاك القمر اللي تما كيبقى يتغير. يلا ودي لنا عندنا شي قمر اخر كتهضر معايا شنو كتقول. شوفو المهم فيها بزاف ديال الكولاغ شفتي احمر هكا. دابا كنتسنى في دوك اللعيبات دوك المكيطات باش يشعلو كتبان فريمون زوين كيبانو بحال النجوم في السما. شوف هذا حتى هو كيبقى يتبدل شنو نجيمات اللي غيبداو يبانو دابا ما عرفتش علاش ما كيبانش لا كولور زوين فحال الحقيقه ما كيبانش مزيان.